الآن ينضم إلينا من باريس عبر تطبيق زوم الأستاذ عبد الغني العيادي، مستشار سياسي أوروبي سابق. أهلا بك أستاذ عبد الغني، يشرفنا أن تكون معنا سيد الكريم. اشرح لنا، مرحبا، اشرح لنا هذا التطور أرجوك بتفاصيل يفهمها العاديون من أمثالي. سؤال، تحياتي أولا، سؤال صغته بشكل جميل. اشرح لنا بشكل بسيط. عفوا سيدي، لأن الأمور أمور مؤسساتية معقدة، وسأشرحها بشكل يتفهمها المتلقي بلدان الشرق الأوسط، لأن صحيح هي مسألة أوروبية معقدة نوعا ما. لا يوجد هناك بداية تطور على هذا الصعيد، صعيد النقاش، التعامل مع المهاجرين الذين يطلق عليهم اسم المهاجرين غير الشرعيين. هذه صفة تطلق من طرف الدولة. المجتمع المدني لا يفضل بالضرورة هذا المصطلح، هم مهاجرون، كانوا شرعيين أو غير شرعيين فهم مهاجرون. أوروبا منذ مدة طويلة جدا لم تستطع وضع سياسة موحدة للتعاطي مع قضية الهجرة، وهذا قلناه ونعيده مرة أخرى. أوروبا أمامها عقدة سياسية أيديولوجية مع الهجرة الغير نظامية، بمعنى أنها من جانب في حاجة إلى هجرة، لكنها لا تريد أن تعطي إشارات إيجابية لمهاجرين مستقبليين ليخوضوا تجربة الهجرة الغير نظامية. أوروبا تجتمع في كل مرة عبر مؤسساتها، وهناك المؤسسات التنفيذية. ما حدث اليوم في اجتماع ستوكهولم هو اجتماع وزراء داخلية، بمعنى اجتماع الأجهزة التنفيذية. نعم. وهناك الجهاز التشريعي وهو البرلمان الأوروبي، المخول له ديمقراطيا أن يتعاطى مع إشكالية الهجرة الغير نظامية بعيدا عن الاختيارات النظامية التي تختلف من بلد لآخر ومن حكومة لأخرى، لأن المواقف هنا مواقف أيديولوجية أكثر منها مواقف سياسية سيادية. الكلمة الأولى والأخيرة ديمقراطيا تعود للاتحاد الأوروبي وللبرلمانيين الأوروبيين الذين تم التصويت عليهم في إطار الانتخابات الأوروبية. هذا إذا تم احترام الشكل الديمقراطي. وزراء الداخلية في المجموعة الأوروبية يقترحون سياسات معينة، يقترحون مواقف معينة، كما يقترحها مثلا وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان ضمن مشروعه لإصلاح منظومة الهجرة أو تعديل سياسة الهجرة وقانون الهجرة، بطرحه نقطتين وهما الغالبتين في هذا الاجتماع، اجتماع ستوكهولم الذي يأتي أسبوعين قبل اجتماع قمة، اجتماع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية للخوض في هذه النقطة. أما يعني ما هو مضمون هذه الاجتماعات؟ فقط كيف يتم التعامل مع المهاجرين الذين يوجدون على الأراضي الأوروبية. المهاجرون الغير نظاميون الذين لا يتوفرون على وثائق قانونية. تم اعتماد مجموعة استراتيجيات لمواجهة هذه المعضلة، منها استراتيجيتين أساسيتين. الأولى هو الترحيل عبر الإرادة أو الترحيل الإرادي، بذلك بتشجيع المهاجر ذاته ليعود إلى وطنه الأم
عبر مساعدات مالية تقدر ما بين 2500 أورو إلى 4000 أورو حسب الدولة وحسب الحالات التي يتم معالجتها إذا كانت يعني حالة عائلة. سنعطيك حزمة من المال لكن عد إلى بلدك. هذا الترحيل ترحيل إرادي. نعم. لكنه لا يمثل أكثر من 32% من مجموع نسبة الترحيل كما أشار إليها التقرير في سنة 2018 الذي تحدث عن نسبة أزيد من 78% يتم ترحيلهم عبر الترحيل القسري. أي أن القضاء وهذه مؤسسة ثالثة تنضاف إلى النقاش. هناك المؤسسة التشريعية أي البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية، وهناك المؤسسة التنفيذية التي تنفذ ديمقراطيا ما تخرج به المؤسسة التشريعية، وهناك المؤسسة القضائية التي تكفل احترام الحقوق والمواثيق الدولية. وهذا القضاء كم مرة استطاع أن يرفض قرارات كانت تنفيذية أو كانت تشريعية؟ تذكروا موقف إنجلترا لما أراد الترحيل طائرتين إلى خارج الأراضي، فأجاءت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فأخفقت هذه العملية. إذن هناك ثلاث مؤسسات التدخل. كم عدد هؤلاء المهاجرين غير النظاميين؟ أتحدث عن عدد تقريبي على الأقل يا أستاذ عبد الغني. يصعب تحديدهم لأنهم ما داموا غير نظاميين وغير شرعيين فهم خارجي نطاق الإحصاء. الذي نتوفر عليه كأرقام، وهذا ما يهم موضوع هذا الاجتماع وموضوعنا اليوم، وهو عدد المرحلين منذ سنة 2018 وما هي قيمتهم. وهذا مهم جدا. لكن يهمني جدا يا أستاذ عبد الغني أن أعرف تقديرك أنت شخصيا على الأقل. نحن نتحدث عن مئات الآلاف أم عن الملايين أم ماذا؟ أستطيع أن أقول أننا نتحدث عن الملايين. أوه. في أوروبا. نتحدث عن الملايين. أتحدث عن أوروبا مجتمعة. نعم طبعاً. أوروبا طبعاً. مجتمعة لأن هناك طبعاً. ملايين. إذا تفضل أكمل يا سيدي أرجوك. تفضل. نعم أكمل هذه النقطة لأنها مهمة جداً لفهم الإشكالية ولفهم بأن هذا الاجتماع، اجتماع الستوكهولم، هو اجتماع واجهة وليس لديه قيمة تقريرية سيادية. لماذا؟ الأمر أمر واقعي وبراغماتي. القيمة المادية للترحيل القسري، قلنا في البداية أن هناك القيمة للترحيل الإرادي هي بين 2500 و4000 أورو. القيمة المادية لترحيل مهاجر واحد بشكل قسري تساوي ما يقارب 14000 أورو في سنة 2018. صرفت فرنسا لوحدها مفارقة مذهلة يا أستاذ عبد الغني، مذهلة جدا. الرقم الإجمالي وطني فرنسا في 2018، وهذا كان تقرير برلماني، لست أنا الذي أعطي الأرقام، أنا أبتعد دائما عن المواقف الشخصية، أنا أتحدث عن الأرقام الرسمية. صرفت في 2018 نصف مليار أورو لترحيل ما يقارب 25000 إلى 27000 مهاجر. أي أن نسبة التهجير أو الترحيل الإرادية أقل بكثير من الترحيل القسري، وهذا ما ينهك الميزانيات الوطنية وميزانية أوروبا، خاصة إذا استحضرنا أننا في واقع الأمر نعيش عالميا أزمة اقتصادية. نعم. طاقية. نعم. عسكرية، يعني بكل جهة. دافع الضرائب أو دافع الضرائب لن يستهينوا بهذه النقطة دون المادية شك. دون شك. أستاذ عبد الغني، لأن الوقت قد انتهى للأسف الشديد، في جملة واحدة في تصورك إلى ما سينتهي التعامل الأوروبي مع هذا الملف؟
سيبقى نوع من الستاتيكو، ستستمر الأمور كما هي، وأوروبا تحب وأظن يعني تعشق الجمود في اتخاذ القرارات الوحدوية. أوروبا اليوم وكل الملفات التي ذكرناها من الملفات الطاقية والعسكرية والاقتصادية والضريبية تفضح عجز أوروبا على توحيد كلمتها، فستبقى الأمور كما هي. شاكر جدا. أوروبا محتاجة للهجرة، أوروبا لديها مهاجرون غير شرعيون بكثرة، أوروبا ستحتاج أموال طائلة لترحيلهم، ربما ستعتمد ما يسمى بالتدبير المفوض كما فعلت أو تحاول أن تفعل إيطاليا مع تونس، وكما فعلت إسبانيا مع المغرب، أو كما فعلت إنجلترا مع دول أخرى، بمعنى المستشار أن تفوض تدبير. عفوا للمقاطعة سيدي الكريم، لكن الوقت انتهى. أنا ممتن في غاية الامتنان والله يا أستاذ عبد الغني لهذه التوضيحات الرائعة. شكرا جزيلا لسيادة المستشار عبد الغني العيادي.